Donc à la fois l'encouragement et la protection réciproque, les deux volets à la fois. L'Italie a maintenant en œuvre tous les moyens, plutôt de ce qui est de l'investissement en Algérie. Vulgariser en quelque sorte ces moyens, quand bien même importants, en évidence cette réalité. ارتأينا أن ننظم هذا اليومين الدراسيين المتعلقين يعني بالنسبيا نظرا لأهميتهما بالنسبة للاقتصاد الوطني وللوضعية التي توجد فيها حاليا الجزائر. يبقى في الحقيقة دور المحامي ظرفي بالنسبة للقانون أو لتنفيذ قانون الاستثمار. إحنا الهدف من هذا الملتقى هو تعاون معهم، تبادل الخبرات في ميدان الذكاء الاصطناعي، الرقمنة وحماية المعطيات الخاصة، وأهم شيء أن نقول أن الجزائر هناك ترسانة من القوانين تم تعديلها بما في ذلك قانون الاستثمار، ونعطولهم ضمانات كمحامين. هذا هو دورنا كمحامين وكمنظمات محامين، نعطو ضمانات عبر زملائنا المحامين الأوروبيين للمستثمرين، خاصة المستثمر الأجنبي. اليوم في هذا الملتقى الدولي اللي دام على مدار يومين، ليوم الأمس ويوم واليوم، الأمس كان استشراف ونظرة إلى الذكاء الاصطناعي ودور المحامي ودور المنظمة، منظمة المحامين الجزائر، وكذلك المنظمة الأوروبية اللي كانت شاركت هذا الملتقى، نظرتهم إلى الدور الفعال اللي راح يلعبه المحامي في استخدام وفي الممارسة من خلال الذكاء الاصطناعي، الممارسة العملية والفعلية. جاء في ظل الحاجة الماسة والضرورة الملحة لترقية وحماية الاقتصاد الوطني والاستثمارات الوطنية، وهذه المشاركة الهامة التي كانت بناء على اقتراح من منظمة هيئة محامي الجزائر، وهو التجسيد الفعلي لضمان الأمن القانوني وإنشاء محيط قانوني آمن.